بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا جمهورنا الكريم، ينطلق الشوط الخامس للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة الرابعة لمسافة 2000 متر بمشاركة 14 راس في هذا الشوط. نتابع الآن اندفاع قوية ومحاولة مع برز الترشيحات رقم 4 سكرت واي ومارك ليرنر المدرب جاسم الغزالي ملك السيد شاهين بن خالد الغانم. أيضا من الجهة الخارجية اندفاع بالشعار السماوي مع المهندس طافي راشد الأطيال المري والخيال يون بابتيس هامل إلى الصدارة والمدرب محمد حسين أفروز. ثالث المراكز الآن متابعة من خلال بربروس ريليك والخيال تيغوشي ملك السيد حمد بن عبد الرحمن العطية والمدرب حسين محمد عاشور. متابعة أيضا من المركز الرابع ذيبار رقم 3 جيرالدا فرانش المدرب أيضا حسين عاشور وملك السيد محمد ناصر عبد العزيز العطية. بينما خامس المراكز هنا متابعة أيضا من خلال تيجان توماس لوكاسيك والمدرب عويضة سالم الهاجري ملك السيد ناصر عويضة سالم الهاجري. لازلنا مع الشعار السماوي في الصدارة سكسيد عند اكسيل يون بابتيس هاول في ثاني المراكز متابعة من مابوس ريليك واتيغوشي. بينما المركز الثالث مع برز الترشيحات سكرد وي مارك ليرنان والمدرب جاسم الغزالي ذيبان ومحاولة في المركز الرابع. في المركز الخامس زينات بالشعار الوردي ومتابعة أيضا من البقية الباقية. الجيادة الآن تتجه نحو الانعطاف قبل الأخير في هذا الشوط. لازلنا نتابع الصدارة مع سكسيد أند إكسيل من سلالة سكسيد أند إكسيل في المركز الأول. اندفاع قوية من ديسكو إنفيرنو من الجهة الخارجية مع فالح بوغنيم. أيضا محاولة قوية من سكرت وي. الآن التوجه للانعطاف الأخير وآخر 400 متر الإعازة من الخيالة والصدارة والمركز الأول مع رقم 5 ومحاولة من البقية الباقية. نتابع الأمتار الأخيرة، المنافسة تشتد مع سكرت وي وسكسيد ديكسيل. ولكن إلى المركز الأول يون بابتيس هامل والمدرب محمد حسين فروز ملك المهندس طافي راشد الأرضي المري سكسيد أند إكسيل إلى المركز الأول والصدارة من البداية حتى النهاية يتغلبون ويفوزون في هذا الشوط. إذن النتيجة النهائية ورسمية من قبل لجنة المعتمدين، الصدارة مع رقم 5 سكسيد أند إكسيل المدرب محمد حسين فروز ملك المهندس ضافي راشد الأرضي المري والخيال يون بابتيس هامل. المركز الثاني مع رقم 4 سكارد وي المدرب جاسم حميد الغزالي ملك السيد شاهين بن خالد شاهين غانم الغانم والخيال مارك ليرنر. المركز الثالث لرقم 3 ذيبان المدرب حسين محمد عاشور ملك السيد محمد ناصر عبد العزيز العطية والخيال جيرالد أفرانش. بينما المركز الرابع لأليزوم رقم 1 المدربة ديبور ماونتن ملك المهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك والخيال كارلو فيوتشي. خامس المراكز مع رقم 7 تكنيكلر أيضا من المدربة ديبور ماونتن وملك السيد عبد الله حسن علي العبد الملك والخيال راشد علي الصعاق المري. ألف مبروك للفائزين وبانتظار شوط سادس قادم بإذن الله، فابقوا معنا.